إذا نخفضها بعد الفولتية راح نلاحظ استجابة فورية. زين، في حالة ارتفاع الفولتية احنا هنا راح نلاحظ ارتفاع المؤشر وارسالها مباشرة للسيرفرات. تطبيق مولدتي يعمل على مراقبة التيار الناتج من المولدات والفولتية اللي تجهزها المولدات للمنازل السكنية. عندنا مؤشرات ضمن هذا التطبيق، إذا الفولتية انخفضت أقل من 290 فولت راح يجي إشعار للسيد قائم مقام والسيد المعاون المحافظ لشؤون الطاقة بأن المولد الفلاني ينتج كهرباء أقل من المستوى المطلوب. كذلك إذا ارتفعت الفولتية راح يصل نفس الإشعار، فبالتالي المواطن راح يحصل على كهرباء ضمن المعايير العالمية. الجهاز مرتبط عن طريق الانترنت بالسيرفرات الموجودة بمحافظة صلاح الدين، يقرأ المعلومات من الحساسات الموجودة به ويرسل هاي المعلومات كل ثانية بشكل مشفر وأمين إلى السيرفرات حتى تقوم معالجتها والحصول على تقارير آنية، ويمكن أي مواطن يطلع على هاي التقارير بشكل مباشر. من المشاكل الجوهرية اللي يعالجها هذا الموضوع، احنا عندنا مشكله انه الحكومه السعر الامبير مثلا بهذا الشهر 4000 دينار، دائما اكو مشاكل انه صاحب المولد قد يطلب مبلغ اضافي مثلا 6000 دينار. حليناه عن طريق هذا التطبيق، احنا راقبنا ساعات التشغيل، فراح يصير تحديد دقيق السعر الامبير من قبل الحكومه. بعد ان يتم تحديد السعر لكل شهر، المواطن يقدر يدفع عن طريق الماستر كارد بصوره مباشره لابو المولده، بالتالي عملية حركة الأموال بين المواطن وصاحب المولدة راح تكون مراقبة من الدولة ضمن التسعيرة الرسمية. حقيقة هي تجربة ناجحة جدا، لكن يحتاج لها تطبيق على أرض الواقع وجدية من قبل الجهات المعنية الحكومية وكذلك الجهات المساندة لها من قبل مجلس يعني المجلس المحلي في مدينة تكريت. حقيقة هذا التطبيق إذا ما طبق في المدينة فإنه سيحفظ حقوق الجميع، يعني حق صاحب المولد وحق المواطنين في هذه المدينة الكريمة. نظام تطبيق مولدتي فوائده أنه يراقب ساعات التجهيز والفولتية وأسعار الأمبيرات خلال الشهر، حتى هو راح يكون المواطن يقدر يدخل على التطبيق ويشوف الفولتية اللي موجودة اللي قاعد تظهر له على التطبيق، ويقدر يقدم شكوى بنفس الوقت على موضوع الفولتية إذا كانت الفولتية ليست بال يعني السعة المطلوبة أو القدرة المطلوبة. إحنا اليوم إن شاء الله أنجزنا تقريبا 90% من قضاء تكريت، سوف ننطلق إلى قضاء بيجي ومن ثم الوحدات الإدارية الثانية.